على الرغم من الدفاع عن الخصوصيه بشكل كبير جدا خلال السنوات اللي فاتت، الا ان تيم كوك رئيس شركه ابل طلع في مقابله اخيره مع موقع اكسيس وقال مفيش مانع ان الحكومه تتدخل ولو بشكل بسيط في تنظيم شركات التكنولوجيا، وده طبعا بيخالف كل الاراء اللي هو كان بيقولها زمان. النهارده اهم الترندات اللي كانت عليها تفاعل كبير على تويتر وعلى جوجل هو اليوم العالمي للرجل، وده احتفال بالرجل على مستوى العالم، والمولد النبوي الشريف، وكل سنه وانتم طيبين. وهنا شيحه، وده بعد نشرها لصورها في شهر العسل مع النجم احمد فلوكس في دبي. اعلن محمد يوسف المدرب العام والقائم باعمال مدير الكره في النادي الاهلي عن قائمه الفريق اللي هتخوض مباراه الوصل الاماراتي المقرر اقامتها يوم الخميس القادم في اياب دور 16 ببطوله كاس سيد للانديه. وضمت القائمه 21 لاعب وهم محمد الشناوي وشريف اكرامي وعلي لطفي وسعد سمير وسليف كوليبالي، ايمن اشرف، صبري رحيل، احمد علاء، اكرم توفيق، وكريم ندفت، حسام عاشور، هشام محمد، وليد سليمان، وناصر ماهر، واسلام محارب، محمد شريف، واحمد الشيخ، واحمد حمودي، ووليد ازارو، ومروان محسن، وصلاح محسن. وشهدت القائمه ابرز غياباتها كانت مؤمن زكريا. النجم الكبير حسين فهمي اتكرم امبارح في المهرجان القومي للسينما عن مجمل اعماله، وادلى بتصريحات خاصه لليوم السابع، منها ان هو كشف عن الميعاد اللي هيتعرض فيه مسلسله الجديد السر، وهو بدايه من شهر يناير. كمان قال ان لابد من فتح مواسم جديده للدراما المصريه، ولا يقتصر سوق الدراما على شهر رمضان، وهو مع هيكله سوق الدراما المصريه وفتح اسواق جديده وفتح مواسم جديده للدراما غير شهر رمضان. وقال كمان ان المهم في الدراما المصريه هو كيف وليس الكم. النهارده وزاره الصحه اطلقت تحذير مهم جدا، وهو عن التتينه او الببرونه، واكدت ان التتينه او الببرونه يجب على كل الامهات انها ما تستعملهاش مع الاطفال، وقالوا كمان انها بتسبب نزلات معويه نتيجه لتلوثها من وقت الى اخر. واكدوا في التصريح اللي نشره الموقع الالكتروني لوزاره الصحه ان التتينه او الببرونه مش وسيله الى الهاء الطفل او سكوته، بقدر ما ان هو ممكن يكون محتاج انه يغير حفاضه او محتاج الى طعام او ما شابه. علاجات في البيت الحقي بيها طفلك في اول نزله البرد: كتري من السوائل الدافيه زي الليمون واليانسون والكراويه والتيليو، نظفي مناخير طفلك باستمرار بمحلول ميه البحر، عسل وليمون الصبح على الريق عشان يجلي زوره تماما، استخدمي الغرغره بميه دافيه وملح، لو في اي التهاب في الحلقه هيخف على طول، واخر حاجه كتري من الخضروات والفاكهه اللي فيها فيتامين سي زي البرتقال والليمون والجوافه. ازمه توزيع بيواجهها فيلم كازابلانكا للنجم امير كراره، وده بيعود لمشاركه النجم التركي خالد ارغنج الشهير بالسلطان سليم في مسلسل حريم السلطان. الدول العربية في بعضها بيعترض على مشاركة النجوم التراكوة، وده بيسبب أزمة كبيرة للتوزيع للنجوم المصريين في الدول العربية. هنشوف التفاصيل أكتر في الفترة اللي جاية، إزاي منتج الفيلم هيقدر يوزع الفيلم بطريقة سليمة بدون أي تحقيقات أو أي مشاكل. إزاي تقي طفلك العدوى جوه المدرسة؟ لازم تخليه يحط على بقه منديل أثناء العطس أو أثناء الكحة. تاني حاجة، لازم تهتمي بأنك تعلميه إزاي يغسل إيده بين كل حصة والتانية، يبعد عن برضو زمايله العيانين، وكفاية تقبيل أو مثلا سلام بالإيد، أهم حاجة إنه هو يشاور بس للتحية. كمان ما يبدلش أدواته مع أصدقائه، ولو ظهرت عليه علامات العياء ياريت تغيبي اليوم ده. أجرى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي جراحة ناجحة في أحد مستشفيات ألمانيا باستئصال ورم على الرقبة يضغط على الحبل الشوكي، وده اللي كان تسبب لمحمود الخطيب في آلام العمود الفقري اللي كان بيعاني منها رئيس النادي طوال الفترة الماضية. تمنياتنا بالشفاء لبيبو، ألف سلامة لبيبو. أزمة كبيرة بتواجهها مسرحية هولاكو على المسرح القومي، وهي انسحاب كل الأبطال اللي بيتم ترشيحهم لبطولتها. المسرحية بدأت بليلى علوي وخالد الصاوي وحسين فهمي، واستمرار نجوم كتير بيتم ترشيحهم في هذا العمل المسرحي الضخم اللي بيخرجه المخرج الكبير جلال الشرقاوي وتأليف الشعر الكبير فاروق جويدة. لكن للأسف كان آخر المعتذرين هو الفنان عزة العلايلي، ومازال العمل معلق باتنين من النجوم فقط، وهم الفنانة رغدة والفنان كمالة مريا، ومازال البحث جاري عن الشخص أو الفنان أو الممثل اللي هيجسد شخصية هولاكو في هذا العمل المسرحي المهم. شركة جوجل النهاردة هددت أن هي توقف خدمة الأخبار بتاعتها في الاتحاد الأوروبي بشكل نهائي لو فرضوا عليها ضرائب إضافية.